متعلما واضعا راسه بين ركبتيه، ذكر ان اباه الحسن ربط له عودا في عضده الايمن وقال: يا بني يا قاسم، اذا اصابك هم وغم فعليك بحل العودة وقراءتها وفهم معناها والعمل بما فيها. قال القاسم في نفسه: مضى علي زمن طويل وما اصابني هم ولا غم كما اصابني في هذا اليوم. عمد الى العودة، حلها، فضها، قراها، واذا فيها: يا ولدي يا قاسم، اوصيك اذا رايت عمك الحسين في ارض كربلاء وقد احاطت به جمل الاعداء فلا تبخل عليه بنفسك، فكلما نهاك عن الفراز عاوده حتى تحظى بالسعاده الابديه والدوله السرمديه. كانما نشط من عقال ذا اجاك عمي فرحان. تقدم الى عمه الحسين، قال: تفضل يا عم اقرا. قرا الحسين بكى وقال: يا ابن اخي، هذه وصيه لك من ابيك، وعندي ايضا وصيه لا بد من انفاذها. شيعها قبض على يد القاسم ومضى الى خيمه امه. يا ام القاسم، هل القاسم ثياب جدد؟ قالت: لا. قالوا: خي زينب على يد الصندوق الفلاني. جابت للصندوق وهو قابض على يد القاسم، بس ما ادري عشوبه هذه. والله يقول السيد هاشم التوبلاني يذكرها بمدينه المعاجل، وهذه اشياء احنا ما نحيط بها علم، ما نعرفها يعرفها الامام. قابض على يد القاسم، تشوفه زينب قابض على يد الولد شيرين. ابرزت له الصندوق، فتح الصندوق، اخرج منه قباء الحسن، عمامة الحسن، والبسه القباء ولف العمامة على راسه والبس الثياب بصورة الكفن، وخيه افردي خيمة علي من بنت المسماة القاسم، عقد له عليها عقد النكاح، وادخل البنت في الخيمه وقابض على يد القاسم، والحاره امثلها واقفه باوعها، وبنات علي وفاطمه شت تمثلهن في الحيره حيرانات. واذا الحسين واقف على نجد من الارض يوجه وجهه الى المصارع. الى وين؟ الى اي مصرع؟ قال: مصرع قمر العشيرة، قائلا: اخي عباس، عان عبد الله عثمان، قوموا كي نجد هذا الغريب على زوجته الذي على المشرع ظلت رمية جثته. هذا جاسم زاد فيه.